اتوقع انه جياسكا العام الجاي راح تنافس في الشامبيون ان شاء الله بلك الكوب دافري. شوفي جياسكا جياسكا استني بوب راهم جابوا يعني عباد واش تقول ان شاء الله ريكيت مونتاع الشباب القبائل يكون في يكون نيفو يكون في المستوى ونتمنى له الخير وان شاء الله تعود في الواجهه باسكو الشباب القبائل لا كانت ديكوس محمد شريف حناشي رحمه الله واش قال كي سقساو هذه جورناليست واش قال؟ ما قالشهم الانصار تاع شي بالقبائل قال ها هي الجزائر سيتادير ها هي الجزائر تاع شي بالقبائل حنا هاكا نحبوا فهمتي هذه شبيبة القبائل حتى شبيبة الجزائر شبيبة القبائل ولا شبيبة تيزي وزو سمعتي كيفاش احنا شبيبة القبائل نتمنى لنا كل خير والنجاح العوده الواجهه الافريقيه ونقول لك بكل صراحه انا نحب شبيبة القبائل باسكو ستانيفو يلعبوا يديروا الكلب في الخارج ولا هنايا فهمتي كيفاش الناس يعني لازم شبيبة القبائل دير ريكريتمون دي جوار يعني ريكريتمون انيفو باش تكون يعني في الواجهه باش مستوى باش يعني تكون تنافس مولوديا تنافس الكاس افريقيا.